يعني بحضراتكم مرة أخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقرة الأول مرة الصديق العزيز والزميل العزيز المميز دوما ماهر جنينة. ماهر مشرف ومنور دايما، بسعد بوجودك. وأنا سعيد جدا بوجودي معاك كريم، وأول مرة أتواجد معاك وإن شاء الله مع بعض. ده شرف كبير ليا، من الناس الشاطرة جدا المجتهدة جدا اللي لما نعوز أي حاجة في أفريقيا يعني ما فيش واسطة، نجي لك على طول. ربنا يخليك، ألف شكر على الكلام. طيب ده أنا هكلمك كتير عن كأس الأمم الأفريقية وتنظيم كأس الأمم الأفريقية والمشاكل اللي في بطولة كأس الأمم الأفريقية السنة دي، من ملاعب وكرة مش متظبطة وأمور تحكيمية وحاجات كتير جدا. بس لازم أبدأ معاك من حيث بدأت الأمور، الخلاف بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي على تنظيم البطولة في هذا التوقيت وصل لحد فين؟ هل الخلاف بين إنفانتينو وموتسيبي اتحل ولا الخلاف لسه شغال واحنا البطولة شغالة؟ لا، ما زال هناك خلاف كبير جدا بين باتريس موتسيبي وبين إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. خليني أقول لك القصة من أولها. القصة من أولها أن إنفانتينو تحديدا نقل مقر إقامته لقطر النهارده تحديدا، ونقل مدارس اولاده في قطر، وخلاص الراجل هيقيم في قطر. دي البدايه اللي هتخلينا نتكلم على الموضوع من الاول. إنفانتينو كان مصمم بشكل كبير جدا ان بطوله الامم الافريقيه تكون تتلعب في قطر، ودي كانت حاجه غريبه جدا على القاره الافريقيه. بعض اعضاء المكتب التنفيذي في الكاف كانوا بيرجحوا قرار إنفانتينو، لانه فعلا هم شغالين في الفيفا. اعضاء المكتب التنفيذي ممثلين الكاف في الفيفا عايزين قرار إنفانتينو، وبعض اعضاء المكتب التنفيذي لا، قالوا ان القاره الافريقيه ما ينفعش البطوله تخرج منها. من هنا بدات المشاكل. الاجتماع الاخير اللي كان في قطر اتخذوا قرار فيه ان البطوله مش هتتلعب في الكاميرون. باتريس موتسيبي اتخذ القرار ده، والقرار ده ما اتقالش. فباتريس موتسيبي قال لهم خلاص انا هروح اهدي الدنيا في الكاميرون، وهروح هناك واتكلم معاهم، وهقابل رئيس الدوله وهبدا اتكلم مع رئيس الدوله، وهقول لرئيس الدوله ان احنا ناجل البطوله. لكن العكس حصل تماما. باتريس موتسيبي خد طيارته الخاصه مع فيرون موسونجو سكرتير عام الاتحاد الافريقي، واول ما نزل مطار ياوندي قال لهم بطوله الامم الافريقيه في الكاميرون في ميعادها يوم 7 يناير، وانا جاي انا واسرتي. من هنا بدات المشاكل. إنفانتينو اتفاجئ مفاجاه كبيره بسبب التصريح ده. إنفانتينو اتكلم وقال للناس المقربه منه انا النهارده قاعد مع باتريس موتسيبي، اتفقت معاه وخدت قرار معاه، هو سافر الكاميرون وغير رايه. دي كانت اول مشكله واول الخلافات اللي بينه، لان إنفانتينو كان معاه مشاكل كبيره جدا اخرى من جانب رابطه الانديه الاوروبيه اللي هي الاك. رابطه الانديه الاوروبيه كانت مصممه بشكل كبير لنقل البطوله لقطر في تحديدا عشان الاجواء الصعبه في الكاميرون، وفي ميعاد اخر غير يناير عشان الانديه الاوروبيه ما تتاثرش باللعيبه المتواجده في بطوله الامم الافريقيه في يناير تحديدا. ومن هنا بدات المشاكل تظهر بشكل كبير، وبدات تظهر الخلافات. باتريس موتسيبي كمان اتجه الى منزل رئيس الدوله هناك، واللقطه اللي امامنا على الشاشه دي، اللقطه دي سببت خلاف كبير جدا. امامنا على الشاشه باتريس موتسيبي وخلفه صامويل إيتو، وخلفه النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي اوغستين سينجور السنغالي. اوغستين سينجور اللي هو على يمين الشاشه جنب باتريس موتسيبي، وإيتو اللي هو خلف باتريس موتسيبي. اللقطه دي كانت فين بقى؟ امام منزل بول بايا رئيس الدوله الكاميرونيه، وامام القصر الرئاسي، وقابل رئيس الدوله ووعده ان البطوله في ميعادها في الكاميرون. إنفانتينو بقى بدا يغضب بشكل كبير جدا، وإنفانتينو بدا يتضايق، وكمان حاول يتصل بباتريس موتسيبي. باتريس موتسيبي ما ردش عليه على اتصالاته، واعلن باتريس موتسيبي ان هو فعلا رئيس الاتحاد الافريقي في اللحظه دي تحديدا. اعلن ان هو رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي قوي، رئيس الاتحاد الافريقي جاي مختلف عن الرؤساء اللي شفناهم قبل كده اللي كان قراراتهم بيتحكم فيها رئيس الاتحاد الدولي. دي كانت بدايه المشاكل، لكن البطوله من وجهه نظري ماشيه بشكل كويس في الكاميرون، رغم بعض المشاكل في البنيه التحتيه او في الملاعب، لكن هي دي امكانيات القاره الافريقيه ما عدا مصر ودول شمال افريقيا. طيب البطوله من اول الافتتاح وفي تعليقات، من اول الافتتاح في تعليقات، وكرات مش مظبوطه، ملاعب مش كويسه، تنظيم مش هايل، وانت زي ما انت قلت كده انه هي مصر لا تقارن طبعا أكيد. بحكم الامكانيات، بس برضو حتى الحد الادنى من الامكانيات لا مش ملاحظ في الكاميرون. حاسين ان في مشاكل، حاسين قلقانين طبعا، في امور كمان سياسيه وخلافه هناك بالزبط. في الكاميرون قلقانه كل الامور، تحس ان البطوله مضطربه وعمال تقول يا رب تخلص على خير. لا، هي ان شاء الله البطوله هتعدي على خير، لكن هو وجود 24 فريق في الكاميرون ده رقم كبير جدا استعبان على الكاميرون. النهارده زملائنا الصحفيين والاعلاميين مش لاقيين فنادق، الجماهير هي اللي بتسافر حتى مش لاقيه فنادق. لكن تظل الكاميرون دوله زي اي دوله في دول غرب القاره
او شرق القاره، احنا ما عدا بقى دول شمال افريقيا بما فيهم مصر. مصر خلت الطموح عندنا عالي جدا في بطوله امم افريقيا 2019. صح. اللي شاف التنظيم في مصر يعني لو بتقارنه بالكاميرون لا في فرق كبير جدا. طبعا. لكن هي دي امكانيات الكاميرون، امكانيات البنيه التحتيه، امكانيات المستشفيات، امكانيات الملاعب. خليني اقول لك على حاجه وخبر يا كريم، كان اول مره الناس تسمعه، ان يعني منذ ساعات الاتحاد الجزائري لكره القدم والاتحاد الايفواري قدموا بيان رسمي واعتراض رسمي عشان المباراه الاخيره بينهم في الجوله الثالثه من دوري المجموعات ما تتلعبش على ملعب دوالا، وفي اجتماع غدا اجتماع طارئ للجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي بنسبه كبيره ممكن ينقلوا المباراه لملعب اخر. ده يعني خبر يعني لسه منذ يعني ساعات. حقهم بصراحه، حقهم. لان هو ماتش صعب. انا حاسس ان الجزائر بتعاني بصراحه، اكيد يعني بتعاني بسبب الملعب. يعني برضو المستوى اللي ظهرت بيه الجزائر في البطوله اللي كانت مقامه في مصر هنا في 2019 سووا اكيد الملاعب والتنظيم. تتكلم في لعيبه عالميين، كل اللعيبه اللي موجوده في الجزائر هم فعليا لعيبه عالميين بيلعبوا في انديه اوروبيه كبيره، فالنوعيه دي من الملاعب مع الاجواء طبعا وخلافه اكيد صعب على منتخب كبير زي منتخب الجزائر. اكيد منتخب النقطه دي تحديدا يا كريم انت بتتكلم فيها، ان منتخب الجزائر بيعاني. احنا بنتكلم على منتخب الجزائر اعلى نسب استحواذ خلال دوري المجموعات. نسبه استحواذ منتخب الجزائر على الكوره في المباراتين اللي لعبهم تتخطى 66%. نسبه التمريرات اعلى معدل تمريرات، اعلى معدل صناعه فرص على المرمى. فدي حاجه بتورينا قوه المنتخب الجزائري. مش معنى النتائج اللي حققها المنتخب الجزائري ان هي نتائج سلبيه في يعني في المباراه الاولى والهزيمه في المباراه الثانيه ان المنتخب الجزائري غير مرشح. لا، انا بقول لك المنتخب الجزائري مرشح، ومرشح بقوه كمان انه يحصد البطوله. هو المنتخب الجزائري دخل البطوله عليه ضغوط كبيره جدا، حمل اللقب. النهارده انت داخل حمل اللقب ما قدروش يخرجوا من الضغوط دي، اتفاجئوا بارضيه الملعب. لكن كاداء وكشكل وكمجهود خططي بينفذوه وتعليمات جمال بالماضي، لا، من وجهه نظري الجزائر فرقه كبيره وفرقه قويه وعندها كتير ان هي تعمل. تعالى نعرض شويه امور انت كنت محضرها كمان عن البنيه التحتيه في الكاميرون وقدرتها على الاستيعاب او تنظيم هذه البطوله. وانت قلت لي حتى ان البنيه التحتيه في الكاميرون مش مؤهله بنسبه 100% من الصيف 24 بالظبط. يعني حتى دي لقطات للافتتاح، اكيد ده كان ده موكب وصول موكب وصول بول بايا رئيس الدوله الكاميرونيه. انا كنت متواجد في الكاميرون تحديدا منذ شهور، يعني في كنت متواجد هناك وشفت ان في طريق بيتم انشاؤه من المطار للملعب، طريق فرعي. يعني يقال ان الطريق ده منذ عام 2017 ما انتهاش حتى الان. ده الطريق للملعب الاولمبي. انا تواجدت برضو في الفتره منذ شهور جنب الملعب الاولمبي ده تحديدا، ده الملعب اللي كان عليه مشكله ودي اجواء المباراه الافتتاحيه. الملعب ده منذ 3 شهور تقريبا كان ممنوع الاقتراب او التصوير. الملعب ده ما انتهاش غير قبل الافتتاح بيومين فقط. ملعب الاولمبي هي كلها مشاكل بنيه تحتيه ومشاكل لوجستيه خصوصا في حركات التنقل. لكن الكرنفال بقى الافريقي والجماهير والتواجد الجماهيري حاجات كلنا بنحبها دايما في القاره السمراء. وهي البطولات دي بتتعمل ليه؟ بتتعمل عشان نطور البنيه التحتيه. صح. في الدول دي، عشان الدول دي يبقى عندها ملاعب، عشان يبقى عندها امكانيات. النهارده الكاميرون دوله في غرب القاره نظمت حدث كبير زي بطوله الامم الافريقيه، خلاص اصبح عندها بنيه تحتيه قويه، اصبح عندها ملاعب قويه. النهارده لو عندها فرق بتشارك في البطولات القاريه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه هتقدر تلعب على ملاعب مجهزه وملاعب كبيره جدا. صح. يعني طيب. هي دي ده الهدف من اقامه بطوله افريقيا، انك تساعد الدول دي 100%. تعال بقى نتكلم على البطوله نفسها، قوه المنافسه فيها. هل البطوله اصلا بقى فيها قوه منافسه؟ احنا شفنا يعني دخول هادئ لهذه البطوله من كل المنتخبات وبدات الامور يعني المنافسه تشتد شويه. يعني من الجوله الثانيه بدات في بعض المباريات الحلوه، بدات المنتخبات الكبيره أكيد. او بعض المنتخبات الكبيره تظهر مستواها الحقيقي. اول المنتخبات دي الكاميرون في المجموعه الاولى، الدوله المستضيفه والدوله المنظمه. الكاميرون تحديدا الكاميرون شفنا النهارده تالق غير عادي من مهاجم قوي في زينت ابو بكر. طبعا. بيتالق بشكل كبير، النهارده بيسجل 5 اهداف في 3 مباريات، لاعب غير عادي. النهارده الكاميرون شهدت يعني طفره كبيره في كره القدم منذ عام 2017 وتحقيق بطوله الامم الافريقيه على حساب منتخب مصر مع راجل بلجيكي، راجل مدرب كان كويس جدا اللي هو هوجو بروس. رغم تحقيقه لانجاز 2017 على حساب منتخب مصر في الوقت ده تحديدا، نفكر الناس ان معظم اللعيبه الدوليه الكبار رفضوا ان هم يمثلوا منتخب الكاميرون. الراجل بدا يلم لعيبه يعني ايه مش لاقي يكمل القايمه ازاي، واكبر وما كانش منافس على اللقب وقدر ينافس على اللقب يفوز باللقب بالظبط. 2019
جاب سيدورف باتريك كوليفرت المهاجم الهولندي، الاثنين يعني اداروا بشكل جيد البطوله في مصر، لكن خبراتهم يعني في القاره الافريقيه لازم المدرب اللي يدرب فرقه في افريقيا يكون عنده خبرات التعامل في المباريات الافريقيه. التعامل ده يعني ممكن يكون عندك اسم كبير زي منتخب مصر النهارده، انت عندك كارلوس كيروش، بس من وجهه نظري كارلوس كيروش ما بيجيدش التعامل في القاره الافريقيه. التعامل في المباريات الافريقيه دي ليها تعامل من نوع خاص ومن شكل خاص. الكوره كوره ماهر، لا بتختلف القاره الافريقيه بيكون فيها اختلاف كبير. اختلاف كبير، هي كره القدم واحده لكن ما تجيش المدارس الاوروبيه بتكون مدارس مختلفه. الاجواء في القاره الافريقيه، اجواء الملاعب نفسها، اشياء كتير جدا في القاره الافريقيه بيكون فيها اختلاف. المنتخب الكاميروني ماشي بخطى جيده، الدعم الكبير الجماهيري اللي متواجد في الكاميرون يخلينا نقول ان الكاميرون مرشح من ضمن الكبار، ما بنقولش الكاميرون مرشح اول لكن انا بقول الكاميرون مرشح من ضمن الجزائر والسنغال. ما زلت عند رايي الجزائر والسنغال والكاميرون البطوله المباراه النهائيه في فرقتين منهم هيكونوا متواجدين في المباراه النهائيه. طيب هكمل معاك المجموعات الاخرى واخش معاك على المجموعه الثانيه ومن المنتخبات المرشحه حتى زي ما انت قلت وهي المنتخبات الكبيره. المنتخب السنغالي طبعا أكيد. منتخب مرشح واسم كبير، وكمان مع عوده كوليبالي وميندي من بعد اصاباتهم من كورونا اكيد الامور هتختلف. بس هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل هذا الحوار الممتع الدسم جدا مع ماهر جنينه. خليكم معنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب ماهر، قبل ما اروح للسنغال عايز اسالك على باسكوج اللي هو اللاعب اللي كان الافضل في 2017 اللي مش موجود السنه دي في البطوله، يعني متواجد يعني متواجد شارك في 9 دقائق بس لكن مش موجود بقوه مش موجود بقوه. هو كان يعني نجم من بطوله 2017، بدا شهرته بشكل كبير جدا خصوصا في المباراه النهائيه امام مصر حتى لقب ميسي. يعني باسكوج من اللعيبه الكبار جدا، جاله اكبر العروض الاوروبيه في الوقت ده لكن رفض وقبل بقى انه ياخد اموال كبيره وذهب للدوري الصيني وما زال حتى الان في الدوري الصيني. هو مستواه متذبذب يعني حتى مشاركته في بطوله امم 2017، عايز احكي لك حاجه كريم سريعا كده. في 2017 هو كان بره القائمه خالص والراجل مش لاقي لعيبه بتلعب، ففي كارل توكو كامبي اللي هو مهاجم ليون المتالق بشكل كبير كان ايامها كان بيلعب في فياريال، فكان في لقاء زامبيا في التصفيات في بطوله امم افريقيا وكان كارل توكو كامبي ملعبش كان مصاب، فالراجل استدعاه من الدنمارك، جاب باسكوج من الدنمارك ودخله في قائمه الفريق ونزله اخر 9 دقائق، عمل ماتش كبير جدا. جه هو بيكتب القائمه بتاعه بطوله امم افريقيا مش لاقي عنده لعيب ناقص، قال خلاص انا هاخد الباسكوج اللي لعبته 9 دقائق في التصفيات، ما كانش وارد ان هو يكون متواجد اصلا. وبالفعل باسكوج لعب 2017 وتالق بشكل كبير جدا وخد افضل لاعب يعني في بطوله 2017 ولقب ميسي افريقيا، لكن في البطوله حاليا بيشارك يعني شارك 9 دقائق فقط مع منتخب الكاميرون. اعتقد يعني في الفترات الجايه ممكن يديله خصوصا ان المنتخب الكاميروني خلاص عنده بقى لعيبه كبار جدا بقى يعني صحيح. اسماء كبيره جدا متواجده في الفتره الحاليه سواء كارل توكو كامبي متواجد بقوه في خط الهجوم او فيزنتي ابو بكر اوام فايه، لا اسماء كبيره متواجده في صحيح. المنتخب الكاميروني. هنوقف كلام لثواني في هذا الامر ونرحب بزميلنا العزيز وليد الحديدي الصحفي المصري اللي صوت في جائزه ذا بيست، جائزه الفيفا لافضل لاعب في العالم. نشوفه صوت لمين واكيد صوت لمحمد صلاح، بس نشوفه صوت لمين بعديهم ونعرف منه كواليس هذا الحفل الافتراضي اللي فاز به ليفاندوفسكي بجائزه افضل لاعب في العالم. وليد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي الماهر وتحياتي لكل الساده المشاهدين. دايما مشرف ومنور. شايف النهارده فوز ليفاندوفسكي فوز مستحق؟ هو يعني زي ما اتفقنا واتكلمنا مع بعض قبل كده ان السنه اللي فاتت دي كانت الحقيقه سنه محيره جدا، فكره ان حد ضمن او كان مقدم كل فروض الاستحقاق زي ما بنقول انه ياخد الجائزه ولازم هو ده اللي ياخد الجائزه، ده ما كانش موجود السنه دي. ليفاندوفسكي عمل حاجات عظيمه على المستوى الفردي وميسي عمل حاجات على المستوى الفردي وكمان كسب بطولات، كسب الكوبا امريكا وكسب الكاس مع برشلونه، محمد صلاح ايضا قدم حاجات عظيمه على المستوى الفردي في السنه اللي فاتت، وبالتالي اي اسم من الاسماء الثلاثه كان هيتوج كان هيبقى بيستحق التتويج، وبالتالي برضه ليفاندوفسكي يستحق الفوز. ولو كان صلاح فاز او ميسي فاز كنت هقول نفس الكلام. اختياراتك كانت ايه؟ هو بالنسبه طبعا لجائزه افضل لاعب كان اختياري لمحمد صلاح في المركز الاول وحطيت ليونيل ميسي في المركز الثاني وليفاندوفسكي في المركز الثالث. ده حلو قوي كده.
انت كده عداك العين، انت كده انت كده براءه عامه يعني. انت كده براءه. لا طبعا، لا طبعا الحقيقه يعني السنه دي تحديدا يعني ما كانش في اي مجامله لمحمد صلاح، والدليل ان كان في اختيارات كتير لمحمد صلاح. انا عايز اقول لك ان محمد صلاح في فئتين تصويتيتين خد مركز ثاني مش ثالث، يعني محمد صلاح في اختيارات المديرين الفنيين خد ثاني مش ثالث، خد ثاني بعد ليفاندوفسكي وتفوق على ميسي، وكمان في اختيارات الجمهور خد مركز ثاني بعد ليونيل ميسي وتفوق على ليفاندوفسكي، لكن طبعا ليفاندوفسكي كان اول في تصويت طيب. اللاعبين وكان اول في وليد. عايز افهم تاني. عايز افهم منك ليه محمد صلاح مش في تشكيله العام؟ لان ببساطه ان اللي بيختار تشكيله العام ملوش اي علاقه بالفيفا وملوش اي علاقه بالفئات اللي بتصوت لجائزه افضل لاعب في العالم. اللي بيختار تشكيل العام هو الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الفيف برو، وطبعا مكاتبه او اداراته في كل العالم بيتم توزيع استمارات على اللاعبين المحترفين في كل العالم، وكل واحد بيحط التشكيل اللي من وجهه نظره الافضل، تشكيل ال11، وبالتالي الفيفا بيعلن فقط التشكيل في الحفل بتاعه وفقا لبروتوكول تعاون بينه وبين الفيف برو، لكن الفيفا ملوش اي دخل في الاختيارات. وطبعا دايما الحقيقه تشكيل العام اللي بيجي من الفيف برو بيكون عليه شويه ملاحظات ومش دايما بيكون منطقي. يعني النهارده مثلا مختارين تشكيل بطريقه 3-3-4، ودي فورمات تشكيل غريبه جدا، لكن وبعض الاسماء برضو موجوده كان غريب انها تكون موجوده واسماء ثانيه مستبعده. ده فورميشن يلعب بيه بس كارلوس كيروش لو حب يعني. ده انت حتى لو جيت تجرب تلعب بيه في في الفانتازي مش هتعرف. صحيح. يعني البلاي ستيشن مش هيديك الفورميشن ده. وليد الحديدي انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، ودايما موفق ودايما ناجح ودايما مشرف. انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب تعال نكمل كلامنا عن منتخبات افريقيا. السنغال ظهور مضطرب كده، اللي هو انت مش عارف تمسك السنغال، هي جامده لا مش جامده، هي داخله البطوله دي تكسبها. تشكيله السنغال او المفروض الفورميشن بتاع السنغال او السكواد بتاع السنغال يقول انه السنغال تكسب البطوله بسهوله. بالظبط، اكيد تشكيل السنغال يقول ان السنغال فرقه قويه ومن الفرق المنافسه للبطوله. الراجل مسك الفرقه تقريبا من عام 2016، عمل انجازات كبيره معاهم، الوصول لكاس العالم او التاهل النهائي بطوله امم افريقيا في عام 2019 في القاهره. لكن من وجهه نظري غيابات كبيره جدا. في بديل جاهز، لكن في غيابات كبيره في منتخب السنغال. يعني شفنا ادوارد ماندي النهارده عنده اصابه، واحد من افضل الحراس على مستوى العالم. كاليدو كولوبالي افضل قلب دفاع على مستوى العالم من وجهه نظري. ادريسا جايي لاعب باريس سان جيرمان، وبالو باك ليفت اي سي ميلان. بتتكلم النهارده على اربع لعيبه اعمده اساسيه في الفريق، عودتهم هتدي قوه لمنتخب السنغال. منتخب السنغال لازم اعمل اخد منك حته سوشيال ميديا كده. شايف ان كولوبالي احسن من فان دايك؟ انا شايف كولوبالي لاعب عظيم. يعني دايما اللاعب الافريقي بيكون مظلوم. محمد صلاح فرق عن اللعيبه دي بشكل كبير. اكيد فان دايك لاعب مميز واسم كبير جدا. انا بميل للاعب الافريقي عامه طبعا، لان هي ظروف صعبه، ظروف نشاتهم، ظروف حياتهم. انا يعني هقول لك كلمه سريعه كده وانا بتكلم عن منتخب السنغال. الجيل الحالي من منتخب السنغال سواء كاليدو كولوبالي سواء ساديو ماني، اكتر من لاعب من الجيل الحالي، دول كانوا بيمشوا اميال عشان يروحوا اكاديميه صغيره اسمها جينيريشن فوت. يعني ساديو ماني كان بيهرب من المدرسه، اهله ما كانواش راضين انه يلعب كوره. قصه كفاح كبيره جدا بيبداوها في اكاديميه صغيره في السنغال، بعد كده بيتنقلوا لمحطات في انديه فرنسا وبيصبحوا من افضل لعيبه العالم. فانا بالنسبه لي اللاعب الافريقي لا، لاعب يعني حياته كلها كفاح وحياته كلها صعبه. يعني ساديو ماني كان انا يعني انا اعرف عمه معرفه شخصيه. عمه هو اصلا مدير اعماله وماسك له كل حاجه. كان بيقول لعمه يعني وهم اصلا كانوا شغالين في مزرعه، بيقول له هتصدق في يوم من الايام ان انا ابقى افضل لعيبه العالم؟ فعمه قال له ما تتكلمش الكلام ده، بص لجسمك وبص لشكلك وانت عمرك ما هتكون لعيب كوره بالشكل ده. وثبت حلمه وثبت نفسه طبعا. واصبح واحد من افضل اللعيبه المتواجدين في مستوى العالم. طيب ده السنغال. تعالى بس انا بحاول اجري معاك عشان نقدر نلم المجموعات كلها. المغرب بقى من المنتخبات لما تيجي تسمع اراء الناس يقول لك افضل منتخب ظهر في البطوله حتى الان من المنتخبات الكبيره هي المغرب. يعني لو حطيت الكاميرون على جنب، ان الكاميرون على ارضها وجماهيرها أكيد. بس المغرب عامله برضو اداء معقول، وتحس ان المغرب جايه كمان اكتر. اكيد. بص من الواضح يعني كجمهور مغربي، والجمهور المغربي اعطانا انطباع استبعاد حكيم زياش. حكيم زياش محبوب جدا في المغرب صح. فاستبعاده عمل خلاف كبير على حليلو زيتش المدرب. خلينا كلنا نقول حتى لو انت شايف منتخب المغرب منتخب قوي جدا، خلاك تاخد اراء الناس المغاربه بتقول ايه. بتقول ان المنتخب المغربي في خلافات، الراجل بيستبعد لعيبه نجوم. لكن الراجل النهارده
يعني وجهه نظره بيثبتها ان هي صح. المغرب لم يدخل فيها الا هدف واحد في تصفيات كاس العالم، المغرب لم يدخل فيها هدف واحد الا في تصفيات امم افريقيا. اختيارات الراجل سواء ريان مايي، نايف اجرد، سليم املاح، لا اسماء داخله بقوه، ما عندهاش الخبرات الكبيره في القاره الافريقيه، في لعيبه كمان بتشارك لاول مره مع منتخب المغرب، لكن واضح ان يعني منتخب المغرب ليه فلسفه معينه في اللعب. حليلوزيتش ليه فلسفه دفاعيه بيجدها، ليه قدره في التحكم في اللعيب. النهارده نجاح المدرب هو انك تتحكم في اللعيب واللاعب ينفذ تعليماتك، وان انت تكون مدرب كبير وعندك خبرات تقدر تنقلها للعيبه للتعامل في افريقيا. الراجل النهارده بيثبت ان هو مدرب كبير. مغرب يعني اعتقد ان هو من المنتخبات اللي هي ادت اداء جيد في المرحله الاولى. طيب المجموعه الرابعه وهي مجموعه منتخب مصر وطبعا المنتخب النيجيري. منتخب النيجيري تصدر المجموعه بدري وتصدرها تماما. رايك في هذه المجموعه، هل هي مجموعه قويه ولا مجموعه محسومه مبكرا للمنتخب المصري والمنتخب النيجيري، والكلام كان دايما على المركز الاول فقط يعني؟ بص يا كريم، المنتخب النيجيري ما حدش كان يقول ان المنتخب النيجيري يظهر بالاداء ده، صح. خصوصا جيرنو ترور بيجي قبل البطوله بشهر، المدرب الالماني بيحصل خلاف بينه وبين رئيس الاتحاد النيجيري. انا اقول لك على معلومه، جيرنو ترور مدرب نيجيريا بعت القايمه لأماجو بينك رئيس الاتحاد النيجيري، رئيس الاتحاد النيجيري قال له اوكي هخليك تيجي تدرب، ده الكلام ده قبل البطوله باسبوعين، قال له انت مشيت بس انا هرجعك مره اخرى بس على شرط هتحط لي الاربع لعيبه دول. قال له لا انا المدرب وانا اللي بتحكم، قال له خلاص انت مش جاي وانا هخلي اجوفين المدرب هو اللي يكمل كده، وجاب له ساليسو يوسف مساعد. ساليسو يوسف ده كان مدرب منتخب نيجيريا المحليين، كان موقوف تقريبا سنتين من الفيفا، متصور فيديو وهو بياخد فلوس من احد الصحفيين اللي هو عمل نفسه وكلاء، قال له خد $1000 وخد اللاعب ده معاك، وقبض مبلغ. فقصه كبيره، جنو ترور ما كانش راضي عن القصه دي انها تحصل في منتخب نيجيريا. احنا بنتكلم فيه دي كواليس، الكواليس اللي بتحصل داخل المنتخبات في افريقيا. كمان غيابات مؤثره، عنده غيابات مؤثره، لكن النهارده هو النهارده بقى عنده لعيبه بتلعب بقوه. ليه بقى؟ النهارده ويلفرد نديدي جاله عرض كبير من ريال مدريد، فلازم يظهر بشكل كبير جدا. موسيس سيمون اللي لعب نانت ليفت وينج، ليفت وينج لعب على صلاح ولعب على اكرم توفيق، وتسبب في اصابه اكرم توفيق، ممكن يكون زميل صلاح في ليفربول خلال شهر يناير، ممكن يكون في انتقال. يعني عروض جالهم، عروض كبيره. اللاعب الافريقي دايما في لاعب جاي عايز يؤدي البطوله او البطوله تخلص بسرعه ويرجع بلده. احنا قبل ما نخش عليها كنت بتكلم معايا انه في مندوبين ووكلاء لاعبين موجودين كتير في المجموعه دي تحديدا، موجودين تحديدا في المجموعه دي خصوصا للاعيبه منتخب نيجيريا. عروض كبيره جدا. النهارده بنتكلم على 2 لعيبه، واحد جاي له عرض ويلفرد نديدي جاي له ريال مدريد، موسيس سيمون جاي له ليفربول وجاي له نيوكاسل من الدوري الانجليزي. فدي حاجه بتورينا ان منتخب نيجيريا بيلعب باصرار وبشكل كبير. شيكازوي النهارده بيتالق مع فياريال، جاله عروض كمان في الدوري الانجليزي. منتخبنا فيه عروض؟ ما اعتقدش في المستوى اللي احنا بنقدمه. طيب عايز اخش بسرعه على منتخب الجزائر في المجموعه الخامسه والمفاجات اللي بتعملها الجزائر في هذه المجموعه. مفاجات سلبيه طبعا، مش هي النتائج جوية. نتائج سلبيه، لكن لو هنبص على مستوى، هو المطلوب الثلاث نقط، لكن لو تيجي تبص على الاداء ونتكلم بقى كره، منتخب الجزائر اكتر منتخب بيعمل تمريرات، اكتر منتخب بيلعب كره هجوميه، اكتر منتخب فرص وصناعه اهداف، اكتر منتخب نسب استحواذ. منتخب الجزائر انا بقول لك مش هيسلم الرايه بدري، مش هيتنازل عن لقبه وان هو يكون حامل اللقب في 2019 وانه يسيب يعني يترك البطوله بسهوله، غير انه يسيب بصمه. منتخب الجزائر هيذهب لبعيد في البطوله. المنتخب التونسي في المجموعه السادسه لسه برضه ما ظهرش بالمستوى اللي احنا متخيلين. اكيد المنتخب التونسي رغم انه النتيجه الكبيره، رغم الانتصار على منتخب المرتقب. انا دايما بقول المنتخب التونسي هو منتخب المصري في الفتره الحاليه هما الاثنين شبه بعض. هما الاثنين المنتخبات في فتره تذبذب في المستوى. منذ الكبير مدرب المنتخب. انا معايا 30 ثانيه وعايز اعرف اليو ديانج ليه ما بيلعبش مع مالي. اكيد اليو ديانج ما بيلعبش مع مالي عشان في امادو حضارة لاعب لايبزيج جاله عرض في مانشستر يونايتد، وساماسيكو جاله عرض هو الاخر وبيفيسوما في الدوري الانجليزي، لعيبه تقال. اكيد اليو ديانج لاعب كبير وفي النادي الاهلي، ولو خد فرصه هيلعب، لكن النهارده الثلاث لعيبه اللي بيلعبوا في مكانك جالهم الثلاثه عروض من الدوري الانجليزي في اكبر انديه انجلترا. ناخد 30 ثانيه كمان، منتخب جامبيا جامد كده ليه؟ منتخب جامبيا توم ستيفنت المدرب البلجيكي، مدرب مخضرم، مدرب عنده خبرات في الكره الافريقيه، قدر يصنع فريق قوي لمنتخب جامبيا. عندهم موسى بارو نجم الفريق في بولونيا، كولي برضو نجم الدفاع محترف في الدوري الايطالي. هي فرقه كلها عزيمه واصرار، اقل مرتبات في البطوله، معهمش دعم، التاهل بعد 8 التاهل الاول في تاريخهم
يعني عايزين يعملوا حاجه لجامبيا تحديدا. ماهر انت شرفت حقيقي ونورت، وكل كلامك رائع، انا استمتعت جدا بالفقره دي. الف شكر كريم، وانا كنت مبسوط ان انا معاك. اتمنى انها تتكرر تاني ان شاء الله. نورت شاء الله. الدنيا. شكرا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على الف خير.